بعد باسم السيد المدير الجهوي للجمارك تبسة واسم كافة إطارات وأعوان المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، نرحب بأعضاء الأسرة الإعلامية لعرض حصيلة نشاط الفرق الجمركية العملياتية للفترة الممتدة من الفاتح جونفي 2023 إلى غاية 31 أوت 2023. الحصيلة تخص الفرق الجمركية العملياتية بالمديرية الجهوية للجمارك تبسة، والتي تغطي الاختصاص الإقليمي لثلاث ولايات، هي ولاية تبسة، أم البواقي، وولاية خنشلة، وتضم ثلاث مفتشية أقسام للجمارك: مفتشية أقسام الجمارك تبسة، مفتشية أقسام الجمارك بئر العاتر وأم البواقي، وتضم أيضا مجموع 10 فرق جمركية عملياتية. تأتي هذه الحصيلة في سياق الجهود المتواصلة المبذولة من طرف الفرق الجمركية العملياتية في مجال مكافحة التهريب وكافة الجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، حيث تمكنت الفرق الجمركية العملياتية لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة من تحقيق العديد من عمليات الحجز النوعية، منها عمليات تعكس مدى جاهزية أعوان وإطارات الجمارك، وكذا التنسيق الجيد والفعال مع مختلف المصالح الأمنية، لا سيما مصالح الجيش الوطني الشعبي، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها من طرف الجمركية من طرف عفوا الفرق الجمركية العملياتية 134 قضية حجز تم على إثرها توقيف 137 مخالف، وبلغت قيمة المحجوزات بما فيها البضائع ووسائل النقل 180 مليون و702 ألف و111 دينار جزائري، أي ما يفوق 18 مليار و70 مليون سنتيم، حيث قدرت قيمة البضائع المحجوزة ب 73 مليون و434 ألف و111 دينار جزائري، أي ما يفوق 7 مليار و343 مليون سنتيم، فيما قدرت قيمة وسائل النقل المحجوزة ب 111 مليون و300 ألف دينار جزائري، أي ما يفوق 10 مليار و790 مليون سنتيم، كما قدرت قيمة الغرامات الإجمالية المستحقة ب 1 مليار و555 مليون و702 و412 ألف دينار جزائري. وفيما يلي تفصيل لأهم عمليات الحجز بالنسبة لوسائل الحجز، بالنسبة لوسائل النقل عفوا، تم حجز 107 وسيلة نقل، منها 55 سيارة محل تهريب إلى الإقليم الوطني، و52 وسيلة نقل مستعملة في التهريب. بخصوص المواد الغذائية المدعمة ووسائل الاستهلاك، عالجت مصالحنا العديد من القضايا، منها 5 قضايا نوعية تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، تم على إثرها حجز أكثر من 108 طن من القمح اللين والقمح الصلب بقيمة فاقت 4 مليون دينار جزائري، كما تم أيضا حجز أكثر من 10 طن بطاطا و14 قنطار من البقول الجافة، 13549 لتر من زيت المائدة، أكثر من 67 قنطار من السميد، 13 قنطار سكر، 28 قنطار عجائن غذائية، و15801 وحدة من العجائن من علامة إندومي، 11 قنطار قهوة، 25 قنطار من فاكهة الأناناس، أكثر من 36000 وحدة عصير مختلفة الأحجام والأنواع، أكثر من 1700 وحدة من مشروبات غازية، وكذلك تم حجز 100 علبة حليب أطفال. وفي إطار مكافحة المخدرات والمهلوسات والمشروبات الكحولية، عالجت مصالحنا 21 قضية، حيث تم على إثرها حجز 37144 قرص عفوا من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، منها عملية نوعية تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، حيث تم على إثرها حجز 22319 قرص بريغابالين 300 مليغرام، كما تم أيضا حجز 7418 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام، وكذلك حجز 319 غرام من الكيف المعالج. بالنسبة للأسلحة والعتاد الحساس، عالجت مصالح الفرق الجمركية بالمديرية الجهوية للجمارك بتبسة 3 قضايا، مكنت هذه القضايا من حجز بندقية صيد بحرية و3253 خرطوشة صيد مملوءة مختلفة العيارات، وكذلك حجز 12 كاميرا مراقبة. أما بخصوص السجائر فقد تم معالجة 6 قضايا، تم على إثرها حجز 15750 علبة سجائر و930 علبة معسل، كما تم تسجيل عدة قضايا تخص مواد التجميل، منها حجز 90750 وحدة من شفرات الحلاقة بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون دينار جزائري.
و337 وحدة مختلفة من مواد التجميل. وفي مجال معاينة مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عاينت مصالحنا 4 قضايا مكنت من حجز 19520 أورو و8000 دينار تونسي. وفي مجال حجز المحركات وقطع الغيار المستعملة، عالجت الفرق الجمركية 12 قضية حجز لي 53 محرك مستعمل، 308 قطع غيار مستعملة، 40 إطار مطاطي. كما تم أيضا حجز العديد من البضائع، أهمها قطعة أثرية تعود للفترة الرومانية، أكثر من 11 قنطار من كبد البقر المجمد الفازد تم استيرادها عن طريق التهريب، 1105 لتر مازوت، 2174 علبة أدوية صيدلانية مختلفة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.